يعني مش نروح معقول. لأحمد لسوق العبور نعرف يعني أخبار أسعار الخضروات والفاكهة. برحب بيكي أحمد. برحب بيك يا داليا، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. نحن الآن متواجدين داخل سوق العبور في مدينة العبور للخضار والفاكهة لنتعرف على أسعار الفاكهة والخضروات يوما بيوم، وهذه المتابعة الصباحية هنا من سوق العبور. سينضم لنا الآن الحاج إبراهيم حداد أحد تجار الخضار والفاكهة هنا ليطلعنا على آخر مستجدات الأسعار هنا في السوق. الحاج إبراهيم برحب بحضرتك معانا على شبكة تلفزيون النهار، وعايزين نعرف اسعار الخضار والفاكهه للنهارده. اهلا وسهلا، برحب باذاعه بقناه النهار، اهلا بيها واهلا بها في سوق العبور وكل اعلام مصر وكل شعب مصر، بنرحب بيهم في سوق العبور. تمام، لو حبينا نقول للساده المشاهدين الاسعار اليوميه النهارده للخضار والفاكهه. والله يا استاذي يعني في عندي كده بعض زيادات من 3 ايام، في اصناف زادت تيجي 15% وفي اصناف فيها زياده يجي 10%، ففي يعني الموجه اللي هي الساعه اللي جت دي هي لسه طبعا العواقب بتاعتها تبدا تظهر. يعني في عندي الفاصوليا يعني اتحرك سعرها، كانت يعني من يومين ب7 جنيه، من امبارح عشان الجو كويس نزلت نص جنيه بقت 6.5. الاصناف الغاليه نقول لك على الاصناف اللي هي فيها غلاء على المعدل الطبيعي بتاعها، طبعا الملوخيه الصوب دلوقتي بتتباع من 3 جنيه ل 4 جنيه، وعندي الفلفل الحامي ب 2 جنيه 2 جنيه ونص، وعندي برضو الفلفل الرومي 3 3 ونص، عندي البدنجان العروس ب2 جنيه ونص والبدنجان الرومي برضه ب2 جنيه ونص، عندي الخيار برضه ب2 جنيه ونص، عندي البطاطس ب2 جنيه 2 جنيه وربع، عندي البصل ب130 قرش، الجزر بجنيه ونص، البدنجان الرومي 2 2 ونص. يعني هو ما فيش بقى 3 اصناف اللي هم تاثروا زي الفاصوليا الفلفل الرومي. طبعا الملوخيه دي هي مش ايامها دي او وقتها دي، ان هي زادت من 10% ل 15% في الاسعار في بعض اصناف مش كل الاصناف. عندي طبعا زي ما انت شايف حضرتك متواجد كتير قوي الكرومبو والارنبيط من 3 ل 3.5، واحنا يعني بنعمل جاهدا على ان ربنا ايه نظهر في الصوره وفي سوق العبور، لان سوق دولي. بس احنا هنا ما يعني في حاجات اسمها اسواق تجزئه بره بتسمى الشلايش، هي دي بتبيع غالي فبيرجع المرجوع بتاعها بيوقف شغلنا هنا وبيبقى ايه الزرع غالي بره، فاحنا نتوجه يعني للدوله والساده المسؤولين ربنا يوفقهم ويلغوا الاسواق التجزئه دي عشان يبقى السوق الدولي. في برضو عندي يا استاذي في حاجات تانية بتاثر في الاسعار غير احوال الطقس، غير اخوال الطقس برضو في اللي هي اسواق التجزئه اللي بره اللي بتسمى الشلايش دي، هي ايه طبعا الباعه موجوده بره السوق، موجوده في جميع الاحياء، في موجوده في الزاويه، في الويلي، في فاكتوريا، يعني جميع احياء مصر. بتاثر عليكم ازاي؟ بتاثر علينا ان تاجر التجزئه هناك بياخد منهم الحاجه اغلى عشان خاطر يعني ايه هناك ما عندوش رسوم دخول او خروج للسوق، ما عندوش نقل، ما عندوش مصاريف نقل، بيبقى في المنطقه هناك، فهو دوقها بيبيع زياده عننا. يعني انا لو هبيع البطاطس ب2 جنيه ونص هو بيبيع. انتوا بتطالبوا الدوله انه يشوفوا حل للموضوع ده. تمام تمام، يعني احنا يعني اي نعم الحمل تقيل على الدوله وعلى الشرطه، بس الوقت يا حاج ابراهيم يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه المتابعه، وكانت هذه متابعه حيه لاسعار الخضار والفاكهه هنا في سوق العبور اليوم، وعوده مره اخرى للزملاء في الاستوديو. بنشكر زميلنا احمد مصلحي من سوق العبور، وكل سنه وانت طيب.